سمعت كمان ان البلد هتفضل كده 6 شهور على حالها، يعني نعمل اللي احنا عايزينه. الله مش مشكله، خير. بقول لك ايه، تيجي جنبي بقى، تعالي وحشتيني. تعالي. طب بص هدخل اجيب حاجه بس بسرعه كده جوه واجي لك على طول. طب بقول لك ايه، اديني معاكي فلوس عشان انا محتاج فلوس، انت عارفه ظروفي. منين يا ماجد اجيب لك منين؟ انا ما بشتغلش، منين؟ ما هو فاهمك، انا حالي بايظ اصلا. بعدين لحم التافك يعني يبقى خيري، هو في جنبي، انا في محنه. هنجيب لك فلوس ونجيبك. هيثم انت فين؟ تعالي لي بسرعه.
ماجد هنا، ماجد هنا دخل بمفتاحه القديم جاي ياخد مني فلوس كعادته. المخدرات لحست نافوخه وشايل معاه مسدس وبيهددني بسرعه تعالى هات لي صحابك وتعالى دلوقتي عشان نوديه المصحه النهارده. متاخرش عليا انا خايفه بسرعه. بتكلمي مين؟ هيثم مش كده؟ بتكلمي هيثم؟ انا مش قلت لك ما اكلمهوش تاني؟ حصل ولا ما حصلش؟ اصل انا اصل ايه؟ الست المحترمه الكويسه تسمع كلام جوزها، تسمع كلام مين؟ جوزها. حاضر حاضر. عارف انا بغير عليك ها؟ بغير عليك انا. نعم يا مش ممكن. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. جيب شروط. الحمد لله. ماما فوق. نعم. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. ازيك يا حبيبي؟ الله يسلمك. الحمد لله. الحمد لله. ازيك يا نعم؟ كويس. حد عارف انك جاي على هنا؟ لا مفيش حد. قول لي يا حبيبي كنت فين المدة دي كلها؟ ده البوليس جه هنا ومفتش الفيلا، شقة مصر الجديدة كمان. أصل أنا وأصحابي خدنا شقة مفروشة. مش هما دول برضو أصحابك المتهمين في قضايا سرقة؟ هما. ترى بقى سلموا نفسهم ولا لسه؟ وسلموا نفسهم ليه؟ عشان السرقات اللي أنتوا عملتوها. مش لما يبقى في شرطة الأول؟ هيبقى فيه. وهترجع. طب بقى لما يبقى فيه يبقى لينا كلام تاني. دلوقتي لا في شرطة ولا في سجون ولا في مساجين أصلا. خلاص خلاص خلاص، المهم إن هو كويس ووسطينا. تعالى يا مامي تعالى. مساهم في التنمية البشرية على أساس الاقتصاد يعني. خد يا حبيبي. فاهم وأنا مش باكل. حبيبي ده أنت هفتان كل. مش قاعد. قول لي بقى يا لؤي، ناوي تعمل إيه في الفترة اللي جاية؟ في إيه يعني مش فاهم؟ في حياتك طبعًا. والله يا شروط، البلد دي ما بقتش أمان. فكر أسافر. ومش معقول أفضل طول عمري هربان يعني. وهجيب فلوس السفر منين؟ هو مش انت دلوقتي في مام بابا؟ يبقى المفروض ان انت اللي تساعدني. والراجل اللي في مام بابا ليه وجهه نظر في تخطيطك لحياتك. يا ريت نسمعها. تسلم نفسك وتواجه تبعات الاخطاء اللي انت عملتها. قول كده بقى، قول انك عايز تسلمني وتخلص مني. لا 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 فؤاد ما قصدش. لا يقصد يا ماما. لا ما قصدش. لا قصد. ما قصدش يا لؤي. انا فاهم، انا اللي محتاج لك طلب، محتاج لي فلوسك. فاهم؟ لؤي ليه كده يا فؤاد؟ ليه كده؟
صدقي مرايه دي في وقتها. مالك بصاني فيها ليه؟ جيبي لي الكوبايه. لا يا حبيبي انا كنت محضرها لك انت. انت بتسمعي حد؟ انا لا. طب شوفي مين على الباب. متقلقش يا ابني، فؤاد بيحبك. بيحبني؟ بيحبني يقول لي روح سلم نفسك؟ امال لو بيكرهني كان قال ايه؟ ها؟ ده رأيك قانوني، بس هو من جوه بيحبك. الله، هو سايبك تقعد في بيته ليه؟ ها؟ ايه تفسيرك لده؟ بقول لك يا ماما، سيبك انت من الكلام ده، انا لازم اسافر، ما ينفعش اقعد في البلد دي. اسمعيني، انا لازم اروح لندن لبابا. سافر وتسيب ماما؟ بعدين انت ممكن تسافر؟ الله، ايوه ما تقلقيش، انا هسلك. بس الموضوع كله في الفلوس. كان حكاية فلوس، أنا هساعدك. تكلم بجد؟ حبيبتي يا ماما، ربنا يخليك ليا. طيب أنا محتاج 100,000 دولار بس. إيه؟ ليه كل ده؟ إيه يا ماما في إيه؟ أنت محسن إنك متجوز واحد فقير يعني؟ ده على قلبه قد كده. وبعدين أنت ما رضيتيش إن أنا أروح أتغرب في بلد غريبة وأبدأ حياتي وأنا ما معيش فلوس. ماما أرجوك وقفي جنبي وساعديني. لؤي بقول لك ايه، انا هساعدك باللي اقدر عليه وبس. طبعا يا مدام، ودي حاجه تتنسي. انت عارفه اغنيتك انا كده مش هتغير واللي مش عاجبه طاق، انا بنام عليها كل يوم. انا جايبه لك جوزي الجديد، للاسف ادمن بودره هو كمان. انت بتغيرهم كل اسبوعين ولا ايه يا مدام؟ بقول لك ايه يا دكتور، قصر وخلص اجراءاتك، وانا جبت لك نفس المبلغ اللي طلبته المره اللي فاتت. لا بقول لك ايه يا مدام، اسمحي لي اطول في النقطه دي. الحقيقه الاسعار بعد الثوره زادت الدبل، مفيش حاجه بتخش جيبي زي ما انت هرشه. الحكايه كلها ان احنا بنجمع شويه فلوس لمركز ابحاث المستشفى قبل ما المرحله الانتقاليه تخلص. يا سلام، بس ده اسمه ابتزاز. ابتزاز كلمه جميله رائعه، بسمعها كتير اليومين دول، بس الحقيقة أنا بحب أشوفها. لو مش عاجبك هتجيب الأعشاب، في وصفة عند عرعر ممتازة أنا شخصيا بستخدمها. عند عرعر؟ خلاص هكتب لك شيك بالمبلغ. شيك أصرفه منين اليومين دول يا مدام؟ معيش فلوس تقضي. خلاص خلاص هبعت لك حد بالمبلغ. اوعى اوعى اوعى. ايه ده؟ أنا هنا؟ جبتيني يا ياسمين؟ حرام عليك! اوعى! اوعى يا ياسمين! اوعى! شباب! مرحبا بك في عالم سمسم والساحرة المستديرة، حيث ينساك كل البشر. الريحة دي، الريحة دي، إنها رائحتي وأنا فريح بها. ستعيش في خندق كالحنتريش المحلق في قفص من قصب السكر. دا
بقيت زبون. ياسمينة جابتك هنا زي بقيت زبون. فنعيش انا وانت طول حياتنا مع بعض في الأوضة دي. بس ما تقلقش. بس هتجيب لنا زباين تاني مغفلين زي حالاتنا. ونبقى مجموعة مغفلين مع بعض ونقعد نغني يا حلوة يا بلحة يا مغفلة. عايز اخرج يا ولد الكلب يا ولد الكلب. افتحوني يا ولد الكلب. صرف معايا زي ما انت عايز براحتك. انا اول ما جيت برضه حتى سندك وعيط لحد ما وصلت لها. حوار اللجنة الشعبية ده معلم خلينا تعرفنا على بعضينا. والله يا معلم عندك حق يا شعلاه. أهم حاجة عايزين نفتح عينينا. البلد كلها حرامية وقلق وإحنا رجالة المنطقة. افتح لي بقى السكة. افتح يا ابني السكة يا ابني. انت فاهم غلط يا شعلان. دي الحاجات دي انا كنت جايبها من عند واحد صاحبي عشان نبيعها. انت عارف الظروف دي ماشيه ازاي. انت عارف اليومين دول مش هنفضها مع الكل. صدقني يا ابني انا مش حرامي. صدقني يبقى انت اللي سرقت فيلتنا. فيلت يا ابني انت مجنون. وسرقت فيلتكم بعد ما بعتوها وكمان سرقت اللوحه من المتحف. بص قد ايه كمان ده اكسره. وكمان دي حاجات انا كنت نازل ابيعها. دي حاجات بتاعتنا. لا انت حرامي. انت حرامي. صدقني يا شعلان انا مش حرامي. انا صاحبك يا جدع. انت عبيط ولا ايه؟ ما تصدقش الكلام دوت. اوعى تسلمني. ابوس ايدك عشان خاطري. حدي مشيني مشيني. خربني. يلا شعلان خربني يا شعلان. لا يا حبيبي. بص يا كابتن هقول لك حاجه. لا يا حبيبي. طب استنى هقول لك حاجه. بس سيب ايدك. سيب ايدك بس افهمك حاجه. سيب ايدك يلا. اقف يلا. ما تسمعش كلامه يا شعلان. انا عمري ما هربك عشان انا عمري ما كان لي صاحب حرامي. هتسجل يا شعلان. يا شعلان امشي قدامي. امشي قدامي بقول لك. هتحبس يالا. تتحبس ولا تجور في 60 داهيه. السلام عليكم. سلام عليكم. ده لجنه شعبيه في مدينه الشيخ زايد ومعانا واحد حرامي يا نبي ينط من فوق سور فيلا اصحابها مش موجودين فيها وكمان متهم بسرقات تانيه كتيره. لا وبيدوروا عليه. لا والله يا باشا والله يا باشا الكلام ده مش حقيقي. الحاجات دي على فكره بتاعتنا احنا. يعني انا اصلا واخدها من البيت عندنا وانا كنت نازل علشان خاطر ابيعها وده صاحبي بس مش عارف مش فاهمني ليه. ده كذاب يا باشا. انا ماسكه في ايدي انا والشباب اللي معانا دي وهو بينط من فوق سور الفيلا. طب قولنا انت واحد بس يفضل معايا يقول لي على اللي حصل. القبض على احد افراد عصابه التسع ملي. جهاز الشرطه العسكريه القى القبض على احد افراد العصابه. المتهم يعترف ويقول بان اثنان من معاونيه قد قتلوا. فتحي اجهز برجاله القوه اللي عندك. عندنا مأموريه مهمه جدا. ايهاب ايه اللي جابك هنا عند النائب العام؟
يعني مش عارف، ما هو اللي جابني هو اللي جابك. عايز اشوف ولاد اللذينه اللي نهبوا خير البلد واكلوا حقها وهم داخلين يتحقق معاهم. بس انا مش ماشي من هنا لما ترجع لنا حقوقنا بالكامل. تفتكر هترجع؟ اكيد طبعا يا رب. هو خرج اهو بسلامته، شاكر بيه. حسبي الله ونعم الوكيل. عقبال الباقيين ان شاء الله. انا ازاي طوعتك على اللي احنا عملناه ده؟ دي جريمه. احنا حكمنا على انسان بالسجن طول حياته. ما هو كان يستاهل. انت ما شفتش كان بيعاملني ازاي؟ لا ما شفتش. ما شفتش؟ ليه يعني؟ ده انت عارف بنفسك ان كل شويه كان بيطلب مني فلوس، وبعدين كل شويه بيهددني بالمسدس وانت شايفه بعينك. المسدس بقى معايا انا دلوقتي يا ياسمين. حبيب قلبي يا حنين. وكان مع ماجد، واكيد كان مع زكريا قبل منه. المشكله مش فيهم يا ياسمين، المشكله فيك انت. انت اللي وصلتيهم لكده. انا اللي وصلتهم لكده. انا اللي خليتهم يدمنوا، ده انا كنت بساعدهم. كفايه كدب بقى، كفايه انا اتخنقت. مش هقدر اكمل حياتي مع واحده حاسه ان مستقبلها بيضيع وانا معاها. انا مش عارف ازاي قبلت ان انا اتجوز وقف، وزي الاهبل اقتنعت ان مفيش حاجه اسمها شهور عده. بس انا الغلطان، كان لازم اتاكد انا مخنوق. حاسس ان ربنا زعلان مني قوي. عارفه ليه؟ عشان عشت معاكي كلها حرام في حرام. حرام؟ ليه يا حياتي؟ هو انت لما كنت مبسوط وكان على قلبك زي العسل ما كانش حرام يا سكر؟ ايوه حرام، حرام ولازم انيه. بقول لك ايه، بس بس بس، ورقتينك حطاهم على جزمتي. اتفضل اطلع بره، غور من هنا، غور. يلا مش هشوف وشك. ناقصك كل شويه حد يجي يعمل لي حكايه. يلا في داهيه. ولا زكريا؟ ولا؟ أنا عايز أفهم، هم السجن اللي إحنا فيه ده ما فيهوش ممكن أنا أهرب منها مخرج؟ في في أبو سيدة كل فين؟ الريسبشن بيبقى فيه شباك مفتوح بيطلع على الجنينة ومنه على السور. يعني عشان نروح له برضه لازم نخرج من أم الباب ده، مش كده؟ الباب ده ما بيفتحش غير 4 مرات وبس، للاكل والكشف. انا عايز افهم، يعني انت كل المده دي يعني انا ما حاولتش تهرب؟ اهرب؟ شبراوي التمرجي ممكن ياكل دراعك او فرده من ودانك لو حاولت تهرب. هو مين يا مش عارف شو كان لازم اجيب شنطته. ولا عايز تهرب من هنا؟ ايوه. طب ركز بقى، ركز معايا، خليك في ظهري. ها مش على السكه اللي هنمشيها. مش على السكه يا وانت في حزفت انت وهو. بقول لك ايه تاني بس؟ عايز يا زفت؟ في حاجة في السرير هنا. يا الله يا الله دمعني. شبراوي 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 يا ولد يا شبراوي، روح عليك يا شبراوي شبراوي. شرفت يا حلوة حليب قلبي، عمرك ما تخيلتي طبعا ان احنا الاثنين نيجي مع بعض بعد بعض. انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين نشكرك انك ساعدتينا نتعالج من الادمان يا حلوة. اوعى تسيبني انت وهو، هصوت عليك على كل الناس. صوتي صوتي يا اختي، ما واخدين على صوتك حقك، وحقي كمان ان انا اخد حقي منك. انت لازم تموت يا ياسمين. يا زكريا والله هو اللي دخلك المصحة، ماجد هو اللي دخلك المصحة. انساك.
مش وعدتك اني هرجعلك تاني يا ياسمين. هو اللي دخلك ونسير الحيط. لا هو اللي دخلك المرجعه. كل حاجه سبتها زي ما هي. اصيله اصيله ماجد انا بحبك انت عارف. انت اللي هشربك من نفس الكاس اللي شربتهولنا. شمي 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 يا سمينة بقت شمامة. يخرب بيتك انت عاملة منها. بس عيون تفتكر بقت بيسة مدمنة يعني ولا قطع خدها واحدة شلموها خلص. مش محتاجة الضرب اللي ضربناه لها يساوي اللي عملته فينا 20 مرة. كفاية كده. عندك حق يا صاحبي. صح صح. طيب يلا استنى. لا اسف لا اسف اللي عملته فيك. انت لسه اخضر مش فاهم حاجة. وقالوها زي ما تعمل هيتعمل فيك. متزعلش. سامحني. عشت عشت. تروح على فين؟ أنا؟ رايح أجيب الدب من ديله بس على الله يكله. أنا مش فاهم حاجة يا دجاجة. خلي بالك على نفسك. ها فوق فوق زي ما هم غلط احنا كمان غلط. فوق 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 من نفسك. ها خلي بالك على نفسك. اثبت مكانك. يلا اثبت مكانك. انا جاي. سكو جاي جاي. لؤي ازيك يا لؤي؟ عامل ايه؟ استنى بس يا اخويا اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ هتكلم معاه بس كلمتين. امسك. انت اللي جابك هنا؟ لما عرفت انك اتمسكت قلت اجي اطمن عليك. عامل ايه؟ تسرقيني يا سوسو؟ انا اسرقك؟ هو انا لو كنت قصدي اسرقك كنت هتشوف وشي تاني؟ انا خفت على الفلوس منك قلت اشيلهم لك. ومسيرك ان شاء الله تطلع هتلاقيهم في الحفظ والصون. اطلع مش باين لها القضية لابساني لابساني. قول يا رب. لؤي انا غيرت من حياتي كلها عشانك. حاولت اعيشها من غيرك ما قدرتش. حاولت اعيشها مع حد تاني برضو ما قدرتش. انا ما حبيتش راجل غيرك. عارف ليه؟ عشان حنيتك عليا. وانا كمان بحبك يا سوسو. يعني هتكتب عليا رسمي انت تاني؟ هيحصل هيحصل يا سوسو. اما بيه بس بعيد انت. يلا يا عم هتخرج هتخرج ان شاء الله. هستناك هستناك يا لؤي هستناك. سيد الرئيس حضرات المستشارين الاجلاء يتشرف الماثل امامكم بالدفاع عن هؤلاء المتهمين والتمس الحكم ببراءتهم. نعم واسقاط التهم المنسوبه اليه. سيد الرئيس حضرات المستشارين الاجلاء قبل ان نغوص في اعماق القضيه علينا ان نسال انفسنا سؤالا هاما. نعم يا سيدي. من المذنب ومن الضحيه؟ هل هؤلاء الشباب هم المذنبون ام هي قوه اكبر منهم؟ علينا يا سيدي ان نسال انفسنا عن الدوافع التي دفعت بهؤلاء الشباب لارتكاب مثل هذه الخطيئه. انهم يا سيدي جزء من هذا المجتمع
منهم يا سيدي من نسيج المجتمع. نعم هم أخطأوا، أخطأوا، ولكن من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. إنهم أبناؤنا وأصدقاء أبنائنا، ولكنهم أخطأوا وضلوا الطريق، وذلك لأنهم لم يجدوا من يرشدهم من الطريق الصحيح فأخطأوا يا سيدي. نعم أخطأوا سيدي الرئيس. هؤلاء الشباب هم ضحية مجتمع عانى سنين الكبت. نعم سنين الكبت، إن هؤلاء الشباب ضحية مجتمع انقلبت فيه الأوضاع رأسا على عقب، فأصبح عليها سافلها وسافلها عليها. هم ضحية مجتمع تزوجت منه السلطة برأس المال. فأين هؤلاء الشباب يا سيدي من اللصوص الحقيقيين؟ سيدي الرئيس، هؤلاء الشباب أخطأوا، أخطأوا يا سيدي لأنهم اختاروا الحل السهل. تصوروا أن بهذا الحل يمكنهم أن يحصلوا على أسباب المعيشة، لكن هناك المئات بل الآلاف يا سيدي من اللصوص الذين هاجموا المصانع والمحلات، استحلوا لأنفسهم ما نهبوه متصورين أنه حق مكتسب. سيدي الرئيس، المتهم الحقيقي في هذه القضية هو من قام بسلب ونهب أموال هذا الشعب. علينا يا سيدي أن نحاسب اللصوص الحقيقيين، يجب أن يدخلوا السجن. الشعب يا سيدي يريد محاسبة اللصوص الحقيقيين. الشعب يا سيدي يريد العدالة الاجتماعية. وبعد كل هذا يلتمس الدفاع براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليه. وشكرا. سامحيني يا ما سامحيني يا ما حياتي نطشة معايا أهوان علي أموت ولا إني لحظة أشوف في عينيك دمعايا. معرفش ليه السنين ممررة في حالي وكأني طعم الحياة. يما يما مش حقيقي. سامحيني. بعد الاطلاع على الاوراق وما تم من تحقيقات في الجنايات الوارده برقم 45 جنايات الهرم، وبعد الاطلاع يتم محاسبه كل من لؤي محسن محمد وماجد عبد العليم حسن وطلعت مرسي السيد بالسجن 5 سنوات رفعت الجزاء. انتشر فيه الرياح. كبير عن الحق دعمة وصغير على الأرض ترمى. كبير عن الحق دعمة وصغير على الأرض ترمى. العدل
العدل قامت ثورته والظلم زالت دولته العدل قامت ثورته والظلم زالت دولته وبكرة يا ما نديت عليك يعني غني من وجوده هلا 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 وهلا هلا 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 حي على العالم هلا 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 وهلا هلا 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 حي على العالم العدل عالظلم انتصر وبالمفيد المختصر العدل عالظلم انتصر وبالمفيد المختصر ردينا لعيوننا البصر والشعب على الكلمة هلا 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 حي على العالم هلا 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 حي على العالم هقولها قبل ما تسألوا سر الحياة وكل عمله هقولها قبل ما تسألوا سر الحياة وكل عمله بكرة وصل ما أجمله لكن بلاش تتفتتوا هلا 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 وهلا هلا 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 حي على العالم هلا 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 وهلا هلا 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 حي على العالم هلا 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 وهلا هلا